جميعا. دلوقتي مع الاستاذنا الدكتور مصطفى رجب استاذ الصدر بطب الزقازيق هيكلمنا عن ملك الجرياتريك ومالك امراض الجرياتريك اللي هو سي او دي، وكلنا عارفين الدكتور مصطفى وطريقته الجذابه وحماسه دايما في الموضوع اللي هو بيقوله. ان شاء الله نستمتع بمحاضره حلوه عن السي او دي والجرياتريك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللاوي على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا التجمع العلمي المميز سنويا. هنتكلم النهاردة سو بي دي از جيرياتريك ديزيز هاو كان بريفنت الاكسربيشن. انا بعتقد او يعني مش انا هو اهم جوب للريسبيراتري فيزيشن اللي بيعالج حالة سو بي دي ان هو هاو كان يقلل الاكسربيشن اللي بتحصل للعيان ده. ليه؟ لان الاكسربيشن every COPD exacerbation is one too many. دي بتأثر تأثير جامد جدا على حياته، بتقصف عمره. بمعنى آخر كل الدراسات أكدت إن الإكسربيشن بتزود المورتاليتي، بتقلل اللونج فانكشن، بتزود الريسك إن يجيله إكسربيشن تاني، بتبهدل الكواليتي أوف لايف بالإضافة إلى الكوست. كل الدراسات أكدت المعلومات دي. فهديكوا دراسة واحدة بس عن المورتاليتي، ان 50% من العيانين السوء بدي اللي بيخش المستشفى نتيجة الاكسربيشن بيموتوا خلال الاربع سنين اللي بعده. رقم مفزع يخلينا ان احنا نتكلم ازاي نقلل الاكسربيشن كمين جوب وكروشيا للامبروفمنت للسوء بدي اوتكم. اللي انا اقصده ان طبعا ما بتكلمش على المانجمنت اوف سوء بدي. الموست افكتيف ميجر ان انا امنع اي اكسربيشن ان انا اعالج المرض صح. مش هي دي اللي انا هتكلم فيها النهارده. انا بتكلم على عيان سي او بي دي مش على الجايد لاين وخد البروبر تريتمنت بتاعه، وبالرغم من هذا بيجي له اكتر من 2 اكسربيشن بير. ده اللي انا معني بيه في التوك بتاعتي. اذا there are other way خلاف الاي ار اس والاي تي بي اس جايد لاين في علاج السي او بي دي ان انا اقلل الاكسربيشنز عندهم. نشوف ايه المتاح مع بعض. إذا كان 50% من الإكسربيشنز بتاع السوء بدي سببها فيرال إنفكشن، وبعدين ربع بليوشن وإنفيرمنت وربع بكتيريال إنفكشن، فإذا إيه هي الميجر اللي أقدر أقلل حدوث الفيرال إنفكشن وتبقى في إيدي ومتاحة وأقدر أستخدمها بسهولة؟ نجد إن الدراسات أكدت إن الموست كومن كوز للإكسربيشن للسوء بدي في الجدود هي الكونتاكت مع الأحفاد اللي عنده فلو. فببساطة جدا اي عيان سوء بدي عندك تنصحه ان هو لما يكون حفيدك عنده فلو بلاش يلزقلك، لان هيكون سبب في وفاته. قد ايه انستراكشن صغيرة احنا ممكن نمارسها ممكن تساعد في المانجمنت. كلنا عارفين ان الاكسربيشن بتزيد مع الساعة، فكل ما درجة الحرارة قلت كل ما الاكسربيشن زادت. مين فينا بيتكلم مع المريض ان هو يستخدم الهات بتاعته، يستخدم طاقية في الوينتر عشان يقلل الاكسربيشن؟ مين فينا اخر واحد في الشتاء جاله سي او بي دي وقال له المريض نصحه يستخدم طاقية معينة بنوع معين بشكل معين وامتى يلبسها وامتى يقلعها؟ دي برضو نقطة ما بنمارسهاش في شغلنا الى حد ما، وقد ايه مهمة ان هي ممكن تقلل الاكسربيشن. الكوفيد علمنا ان الهاند ووشنج والماسك فاكتور مهم جدا جدا في تقليل الاكسبريشنز بتوع السوء بدي ولازم. احنا ما كناش بنشوفهم في الكوفيد مش عشان قاعدين، لا عشان كان بيستخدموا الفيس ماسك فالاكسبريشنز قلت، وده اللي خلى الجولد في الجولد بتاع السنه دي قالت ان الشيلدنج ميجر كود بي كونسيدر ديورنج الوينتر مانسز في عيان اللي عنده اكسبريشن السوء بدي. تبقى روتين ناخد فرصة الكوفيد وننصح عيانينا كلهم السوء بدي ان هو يستخدمها لما يكون في اي حتة فيها اوفر كراودنس، هتقلل اكسربيشنز كتير جدا عنده. قد ايه ميجرز بسيطة احنا ما بنتعاملش معاها وبنتكلمش العيان عليها ممكن تفرق معانا. كلنا عارفين بقى الكلام ده الفاكسينيشن والسموكينج سيشن، بس احنا مقصرين شوية ان احنا ننصح العيانين نديله الادكوت نيوتريشن سبورت او نعمل له الاكسرسايز، ننصحه ان هو دايما حتى يلف حوالين البيت بتاعه 4-5 دقائق كل مثلا 3-4 مرات في اليوم. ما بنتكلموش قوي في الريهابيليتيشن، مش شرط يروح لدكتور فيزيوثيرابي او يروح لمركز متخصص. ده دخل على اليوتيوب كتب بس
تمارين رياضيه لعينين السده الرئويه المزمنه، هيطلعوا له شويه، انا شفتها بنفسي وبنصح العينين بيها، شويه تمارين سهله وبسيطه بتحسن السايكولوجيكال امباكت بتاعته وبتساعد جدا في تقليل الاكسربيشن. حاجات بسيطه ممكن احنا كلنا نمارسها. من الدراسات اللي لسه شايفها السنه دي وعجبتني ان السليب نوت سموكينج ذا كي تو سي او بي دي اكسربيشن. دراسه قريتها واهتميت بيها جدا، كان الكونكلوجنز بتاعها ان البور سليب كواليتي واز لونج تو انكريز الريسك اوف لايف ثريتنينج اكسربيشن ان بيبل والسي او بي دي. دراسه يعني اي عيان سي او بي دي كلمه على السليب بتاعه، الكواليتي بتاعته فيها مش مشكله، حاول تتدخل لو سليب ديس اوردر هتظبطها، عنده انكزايتي في النوم تحسنه، عنده مشاكل نفسيه تبعته لسايكيتر. فاذا ان انت تحسن السليب كواليتي لعيان السي او بي دي فاكتور مهم ان انت تقلل الاكسربيشنز بتاعته. برضو حاجه دراسه شدتني وقلت اعرضها على حضراتكم. ده كلها حاجات بسيطه ممكن نمارسها في شغلنا وتساعد جدا عيانين السي او بي دي. طب وات اباوت في الماركولوجيكال تريتمنت للعيانين دول؟ في اي عيان سي او بي دي مودريت تو سيفير بيجي له 2 اكسربيشنز وبياخد البروبر انهيلر ثيرابي، هل من ادويه ممكن اضيفها له خلاف الحاجات اللي انا اقولها؟ نشوف الجمعيات قالت ايه. الاوروبيان ريسبيراتوري سوسايتي والامريكان ثوراسيك سوسايتي ادت شويه نصايح للمرضى دول بالاضافه الى اليوجوال تريتمنت بتاعها. هل العيانين دول ادي له ميوكوليتيك اد اون في علاجه اللي بيجي له 2 اكسربيشن؟ الدراسات والجايد لاين اكدت ان انا لو استخدمت الان استال 60 600 ملي جرام مرتين في اليوم كلونج تير ثيرابي كاد اون للعلاج بتاعه بيقلل الاكسربيشن. والجمعيات دي كلها ادت ريكومنديشن ان انا استخدم التريتمنت ويز اورال ميكوليتيك ايجنت تو بريفنت الفرزر اكسربيشن، وكانت الدراسات كلها على الان استال 60 600 ملي جرام مرتين في اليوم. ودي ونفس الكلام الشيست نفس الكلام ادى نفس الريكومنديشن. دي ملخص للدراسات اللي اتعملت على الان استال 60 وممكن يقلل الاكسربيشن ازاي، ودي الدراسات كلها عشان ايه للي يحب يرجع لها بعد كده. هل ادي فلوروكونولون الموجز فلوكساسين لعيانين السي او بي دي اللي بيجي له اكتر من 2 اكسربيشنز ولا لا؟ البلس استادي كلنا من كام سنه كانت واخده اتنشنز كويس جدا، وفعلا ان انا ادي 5 ايام موجز فلوكساسين كل شهرين كان لها امباكت كويس ان هي تقلل في سيجنيفيكانس ديفرنس فعلا. ولكن الجمعيات دي عملت اوفر ويت ما بين البينيفيت وما بين حدوث السايد افكت والريزيستنس، فكان الجايد لاين بتاعتهم ان هي نوت ريكومند ان انا استخدمه كابسوليوت رول ان انا اعمل بريفنشن، ولكن هو بينيفيت لبعض العينين يعني ممكن تسيبها للدكتور ديزيشن اللي هو ممكن يديه او ممكن لا. نفس الكلام الدراسات اللي اكدت على المعلومه دي. الحاجة التالتة اللي اتكلموا عنها، هل ادي للناس دي ماكروليت كلونج تيرم عيان سي او بي دي بيجي له اكتر من 2 اكسربيشنز بالرغم من اليوجوال مانجمنت بتاعته؟ قالوا ادي ماكروليت لونج تيرم 500 ملي جرام يوم ويوم او مرتين في الاسبوع كلونج تيرم ثيرابي بيقلل فعلا الاكسربيشنز. والجمعيات دي ادت ريكومنديشن ان احنا ندي ماكروليت انتوبيتك عشان امنع فيرزر اكسربيشن. وطبعا نفس الشيست ادى الناس ريكومنديشن. طبعا دي خلاصه ازاي احنا طبعا ما بدهوش كانتي بيوتيك كبدي كانتوميديوليتور افكت، دي اللي هو بيعملها الماكروليد ان هو بيقلل السيتوكين برودكشن والنيتروفيل ريكروتمنت، ومن الحاجات المهمه قوي اللي هي الايه يمنع تكوين البايوفيلم وينهانس الابيبتوزيس. فدي كلها اميونو ميديوليشنز للماكروليد بتؤدي الى ريدكشن للاكسربيشن في عينين سي او بي دي. ودي الدراسات بتاعه الماكروليد. هل عيان سي او بي دي وبرضه بياخد اليوجوال تريتمنت بتاعته اديله ريفلومولاست كلونج تيرم تريتمنت؟ اي عيان سي او بي دي مش ابسوليوت انفيزيما وعنده برونكيتيك اليمنت وبيجي له اكسربيشن، ضيف للعلاج بتاعك الريفلومولاست، لان كل الدراسات اكدت ان السيربي بيقلل النمبر اوف مودريت اور سيفير اكسربيشن برير وبيزود التايم للنيكست اكسربيشن. يبقى احنا لحد حالا لو عيان سي او بي دي خلاص احنا اتكلمنا عن نون فارماكولوجيكال بالنسبه للدواء اللي في ايدي وبيجي له اكتر من اكسربيشن، ممكن اضيف له ان استالستين، ممكن اضيف له الماكروليد، ممكن اضيف له الريفلومولاست، الموجز فلوكساسين بالبلس ستادي ده براحتك انت عايز تضيفه او لا على حسب ايشن ايفالويشنز بتاعك. يبقى اذا الريكومنديشنز بتاعه الجمعيات الاي تي اس والاي ار اس ادي الثلاثه دول والماكروليد والفلوروكونولون ده انت تقيم الحاله. طبعا البرونكودايليتور ده فيكسد لاين اوف تريتمنت بديه، بس انا بقول بس
لو انا عندي هدي لابة او لامة، لو واحد منهم بيبقى اللامة احسن، لان هو بيقلل الاكسربيشن، وكل الدراسات اكدت الكلام ده نظرا لتأثيره على الميوكس ريجوليشن والميوكس سيكريشن، وطبعا عارفين الميوكس واهميته في حدوث الانفكشن. طبعا البايت ستادي والانفجريت ستادي كلنا عارفينهم بتاعة الموضوع ده. خلاص خلصنا الموضوع، نيجي بقى النقطة مهمة قوي دي، الفاكتور اللي بتأدي اكسربيشن بتاع السو بي دي اللي مكتوبة بالأحمر دي، الكوموربيديتيز اللي احنا ما بناخدش بالنا منهم قوي، الديبريشن خلاص كلنا هنحاول نظبطه. تعال نشوف الهارت فيلير. الهارت فيلير في سوق بدي، اولا هل ممكن ادي بيتا بلوكر كبريفنتيف ميجر لعيان السوق بدي؟ طب البداية نسأل نفسنا، عيان سوق بدي وعنده كرونري او هارت فيلير اديله بيتا بلوكر ولا لا؟ يعني هو عنده انديكيشن اللي انا اديله بيتا بلوكر، عنده كوروناري او عنده هارت فيلير؟ طبعا 100% يس. اي عيان سو بي دي مايلد مودريت سيفير ايفن ان اكوت سيربيشن ومحتاج بيتا بلوكر، جيف هيم بناء على دراسات شديده جدا، يعني دي الامريكان كوليج اكدت المعلومه، الاوروبيان سوسايتي كارديولوجي والجولد اكدت نفس المعلومه طبعا بدراسات كثيره جدا. الان ما زال في بعض الناس بيهزيتيت ان هو يدي بيتا بلوكر لعينين السوق بدي ايا كان درجته، ويز كونكوميتنت ايه، كوروناري او هارت فيلير. مش هو ده اللي انا بتكلم عليه. احنا بنقول ان الانسنس بتاع الليفت فنتريكولار ديسفانكشن في عيان السوق بدي سيفير ممكن توصل 90%، وناخد بالنا ان هي ممكن طبعا ليه معروف سيستميك انفلاميشن والهايبوكسيميا ولا اخره، ان هو ازاي بيحصل المشاكل دي. انا بقول العيان ده هو دايما هذه البروبلم بتبقى سايلنت، بنقول عليها ايه، سايلنت كارديوفاسكولار ديسيز في عينين السوق بدي، ما بتعرفش تكاتش ات، حتى الايكو ساعات نتيجه الهايبر انفليشن ما يدكش النتيجه المطلوبه. ودايما احنا كسكادره صدر بنكون اندر ريتد البروبلم دي في عينين السوق بدي، ما بنركزش قوي ان العين ده ممكن يكون عنده ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، رغم ان هي سبب رئيسي للمورتاليتي والاكسربيشن في العين السوق بدي. ده ادى للناس ان احنا نقول ايه، طب نشوف البيتا بلوكر لو نديتها في عيان سوق بدي بتعمل ايه، هو ما عندوش كورونري ولا عنده حاجه، بتحسن الليفت فنتريكولار سيستوليك ديسفانكشن وبتقلل الدايليتيشن وبتبروتكت اجينست الاسكيميا وبتقلل الماس بتاع الليفت فنتركل وبتقلل الهارت ريت ولا انت اريزميك افكت، ايه الكلام ده كله، وبتبروتكت اجينست الهايبوكسيميك سمباثيك درايف، ولها نون فارماكولوجيكال كمان، بتاثر على الاندوسيلين وبتاثر على السيركيوليتنج. الله ده دواء مهم جدا. فده ادى الناس تراجع تعمل ابحاث كتيره ان انا ادي بيتا بلوكر لعيان سوق بدي ما عندوش انديكيشن ان انا ادي له سوق بدي، ما عندوش كورونري ولا عنده هارت فيلير. فانا جمعت ميتا اناليسز لناين ريتروسبكتيف كوهارت ستادي، وشافت ان المورتاليتي قلت بنسبه 31%، ودراسه ثانيه اتشغلت على 21596 عيان قللت الاكسربيشن ب 38%، يمكن اكتر حاجه قللت الاكسربيشن اللي عند سوق بدي من الحاجات اللي قلتها كلها. الله طب ما ندي بقى، ولكن في دراسة هتتنشر قريب يمكن تدي الريكومنديشن دي، ولكن ما نقدرش ننصح لحد حالا ان احنا نديها. There is current no sufficient evidence at present to advocate treatment with beta blocker for prevention of exacerbation. منتظرين النتائج الدراسات اللي هتنشر سون في الموضوع ده. انا عايز بس انبه ان العيان السوء بدي ما اقصدش الاكسربيشن اللي جاي لك في المستشفى، دي السيفير فورم، ولكن المايل المدر بيجيله في البيت وانت مش واخد بالك، وانت لو سبتهم من غير علاج في اي عيان سوء بدي بتعالجه لازم تدي له انستراكشنز يتعامل ازاي، ايرلي يوز اوف انتيبيوتيك او خلافه هو في البيت لو جاله اي ديتورييشن في سيمتوم، مجرد ما الدسنه بتاعته تزيد او الكحه تزيد او الكحه البلغم لونه غير او كميه البلغم تزيد تنصحه يعمل ايه قبل ما يجي لك المستشفى، لان ده كلها دور كبير جدا في الموضوع ده. يبقى الاكسربيشن ما تحطهاش في دماغك اللي هو جاي لك وسيفير، اهتم بالمايل المودريت ودي انستراكشن للعيان بتاعك في البيت يعمل ايه. بس في العالم كله الوقت بيكملوا على الاكسربيشن بفينو تايب، يقول لك دي ايزينوفيليك اكسربيشن، واحنا عملنا دراسه عندنا في الزقازيق لسه منشرينها قريب او لسه مناقشينها قريب، وفي بكتيريال اكسربيشن وفيرال اكسربيشن، يعني بايو ماركر جايدد
يعني دي مثلا دراسة قارنت عيان سي او بي دي اكسربيشن بعالجه بالباي باي ماركر جايدد والتاني بعالجه باللي احنا ماشيين عليه، كان الفرق كبير قد ايه؟ احنا بس قلت اجيبها عشان ايه العالم بيفكر في ايه في المرحلة اللي جاية. ارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم واديت ريزومي في الموضوع، والف شكر لحضراتكم.